إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد بالضبط من شارع بنوشة شفين. ومرة أخرى يعني السائقين المهنيين شدوا واحد من أصحاب السيارات، أصحاب النقل بيتش طبيقات، فكيف ما كتشاهدوا معنا يعني وجود ديال بزاف ديال الناس ديال الطاكسيات كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام. هذا الشيء في شارع بنو تاشفين، إذن كيف ما كتشاهدوا معنا على الصورة متابعينا الكرام من شارع بنو تاشفين وأصحاب سيارات الأجرة. إذن غادي نقربكم من الصورة أكثر مشابهين الكرام، ونرجع اللور باش أن الصورة تبان لكم أوضح من شارع بنو تاشفين كيف ما كتشاهدوا معنا. إذن دائما معكم متابعينا الكرام كيف ما كتشاهدوا معنا من شارع بنو تاشفين. صاحب صاحب السيارة اللي ترك السيارة ديالو ومشى من المكان. إذن
لا لا إذن تدخل ديال عناصر الأمن الوطني في هذه اللحظات إذن كيف ما قلنا أن صاحب السيارة خلى السيارة ديالو ومشى تقدر تقول لنا اش واقع هنا استاذ؟ كان ممكن الصفة وشنو واقع هنا؟